بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين. أعزائي المشاهدين متابعينا الكرام نحييكم بأجمل تحية، تحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. تواصلنا في صباح هذا اليوم مع هذه الأشواط الصباحية وفي منافسات لسن الثنايا ضمن هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من ميدان الشحانية. نتابع معكم هذه الأشواط الصباحية المليئة بالإثارة والحماس مع شعارات أبناء القبائل. مرحبا بكل الضيوف الحاضرين من دول مجلس التعاون الخليجي. سابع الأشواط هو الذي ينطلق ويسير بين جنبات هذا الميدان ليحمل منافسات الإبكار مسافة 8 كيلومترات. الحاضرة مع سن ثنايا سيارة نقدية بالانتظار، مادة الزعفران التراثية حاضرة في هذه المسارات الرياضية الجميلة في هذا المهرجان الغالي. إلى مجريات هذا الشوط نسير وإلى المقدمة مباشرة مع انطلاقة جبارة على الصدارة، من استفتحت الإذاعة وتقدمت على المركز الأول سعيد بن أحمد بن حلو الكتبي، من يقدم لنا شعارة من خلال تقدم جبارة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما هناك يأتي التدخل من شرايين الحاضرة للسيد بن منان الكتبي، من يأتي ليقدم لنا شعارة في مسار ومنافسات هذا الشوط، وغيرت شرايين مباشرة لتستلم زمام الأمور. من الطرف اليمين نشاهد أيضا الحضور من شعار عبد الله بن سعيد العيدة من خلال تقدم عمله، هذا هو شعار اللورد يأتي هنا بتحدياته. بينما في المركز الثالث نشاهد أيضا التقدم في هذه الأثناء من العين الحاضرة لعلي بن محمد بن حماد الشامسي، يأتي هنا ليقدم لنا العين مع هذا الشوط. ناخذ المركز الخامس. في المركز الخامس مشاهدين الأعزاء نتابع التقدم من مرضية القادمة في هذه اللحظات لنواب بن نوح بن أحمد البلوشي، من يأتي هنا ليقدم لنا شعاره مع المركز الخامس. النتيجة الأولى متابعين الكرام للخمس المراكز، للخمس الأسماء المتقدمة في هذا الشوط مع تحديات 8 كيلومترات. لنشاهد معكم هذه الإثارة، هذه التحديات الرائعة من ميدان الشحانية. جو رياضي جميل بالفعل هنا في ميدان التحدي في صباح هذا اليوم في منافسات سن الثنايا. العودة إلى المقدمة إلى الصدارة إلى المركز الأول، ما شاء الله منافسة رباعية تسير في قمة هذا الشوط مع هذا الانطلاق الصباح الرائع. لنتابع هناك شعار اللورد من يتقدم من خلال هذا التقدم الممتاز اللي نتابعه مع الصدارة من خلال وجود عملة وانطلاقتها لتحمل هذا الشعار الكبير، شعار اللورد الحاضر بإنجازاته هنا ليتقدم في هذا المسار الرائع. بينما جبارة تأتي هنا مع المركز الثاني، سعيد بن أحمد بن حلو الكتبي يقدم لنا شعارة مع جبارة. المركز الثالث هناك من الجانب اليمين العين، مرحبا بكل الضيوف علي بن محمد بن حماد الشامسي من يقدم لنا العين في هذا الانطلاق محتلة للمركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز، هذه شرايين سعيد بن منان بن غدي الكتبي من يقدم لنا شرايين مع المركز الرابع. المركز الخامس، خامس المراكز مشاهدين الكرام، يأتي شعار الفيلسوف من خلال الوصول وتقدم محنة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي يقدم لنا شعاره مع المركز الخامس من خلال انطلاقة محنة اللي احتلت المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء وندان الثاني في منافسات وتحديات هذا الشوط. ولكن إذا شاهدنا خلف المراكز الخمس سنتابع أيضا أسماء حاضرة ومنطلقة في مسار ومنافسات هذا الشوط تحمل كل التحديات. حاضرة هنا مع هذا المدار التنافسي مسار 8 كيلومتر، المسافة الماراثونية التي تحضر مع سن الثنايا. العودة إلى مقدمة الشوط إلى مشهد البداية، ولكن عملة في الصدارة تتقدم مع المركز الأول. لا زالت هنا تأتي بهذا الاندفاع الجميل عبد الله بن سعيد بن محمد العيد من يقدم
قدم لنا عملة في هذا الشوط على المركز الأول والصدارة الأولى. ولكن يا سلام يا جبارة الحاضرة هنا بشعار سعيد بن أحمد بن حلوة الاكتبي، يبحث بن حلوة عن ناموس هذا الشوط مع جبارة، ولكن من عمق الميدان شرايين بشعار سعيد بن منان الاكتبي من يبحث عن ناموس هذا الشوط مع شرايين. يا سلام على هذا الاسم الجميل. المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز متابعين الكرام، العين الحاضرة بشعار علي بن محمد بن حماد الشامسي من يقدم العين في هذا الشوط مع المركز الرابع. المركز الخامس اللي وصلت في هذه اللحظات هذه ريتال تحمل اول ندى في مسار هذا الشوط بشعار سالم بن سعيد بن منانة، يقدم لنا ريتال على المركز الخامس. ولكن نشاهد ايضا اسماء حضرت في هذه اللحظات بدأت تقترب نحو المراكز المداعة، نتابعها من خلال هذا الاداء الرائع. ما شاء الله 4 كيلومترات اولى انتهينا منها، 4 كيلومترات تبدأ مع هذه اللحظات اللي تحمل لنا اثارة وتحدي ومنافسة مع هذه الاسماء مع هذه الشعارات الحاضرة بقوة في هذا المهرجان. الله الله الله، مهرجان الامير الوالد حفظه الله ورعاه على ميدان الشحانية في منافسة رائعة، سيارة بالانتظار، الناموس غالي في هذا المهرجان الذي ايضا استقطب كثير من الملاك ايضا والعاشقين لهذه الرياضة العربية الاصيلة من دول مجلس التعاون الخليجي. ما شاء الله مشهد جميل يسير في منافسات هذا الشوط بتنوع الشعارات اللي نتابعها من خلال هذا الاداء الرائع والمميز عبر شاشة قناة الريان الفضائية والقنوات الناقلة لاحداث ومنافسات هذا المهرجان. المقدمة هنا جبارة عليها الرقم 1 تسير بالمركز الاول، تتصدر المشهد بهذا الاندفاع الجميل. سعيد بن احمد بن حلوة الاكتبي من يقدم لنا جبارة على مقدمة هذا الشوط. ما شاء الله المركز الثاني من تراجعت عملة مع ثاني المراكز عبد الله بن سعيد العيدة يقدم لنا عملة على المركز الثاني وثالث المراكز شعار بن حماد من الجانب اليمين يحضر بحضور العين علي بن محمد بن حماد الشامسي يقدم لنا تحديات العين مع المركز الثالث. المركز الرابع يا سلام حضور وانطلاق من محنة تحمل شعار كبير ومميز هنا شعار الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيلي من يقدم هذا الاندفاع من محنة مع المركز الرابع. المركز الخامس شرايين سعيد بن منانة من يقدم لنا تحدياته مع انطلاقة هذا الشوط. يا سلام يا سلام، السرعة بدأت تزيد، بدأت الأسماء أيضا تقترب، بدأت التحديات، بدأت الإثارة. الله 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 الله، إلى أين سيتجه الناموس؟ هل سيبقى هنا في أرضية ميدان الشحانية أم سيغادر؟ ما شاء الله وتبارك الرحمن، المقدمة جبارة، الصدارة مع جبارة، المركز الأول مع جبارة. حتى هذه الأثناء سعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي من يقدم تحديات الصدارة من خلال تقدم جبارة على المركز الأول، ولكن عملة تبغي حقوقها المنهوبة هنا في مركز الوصافة تتقدم على المركز الثاني بشعار اللورد. تحضر هنا عملة مشاهدين الأعزاء محتلة للمركز الثاني عبد الله بن سعيد العيدة. المركز الثالث تحركت في هذه اللحظات محنة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، بدأ أيضا هناك بالتحرك الجميل مع محنة مع المركز الثالث. المركز الرابع مع رابع المراكز العين القادمة بشعار علي بن محمد بن حماد الشامسي مع المركز الرابع. المركز الخامس، الله الله الله، هذا شعار الشبل القادم في هذه اللحظات مع صيت وصلت بشعار سالم بن احمد بن دري الفلاحي. القادمين هنا ابناء زاخر يبغون السلامات، يبغون الناموس في هذا الشوط من خلال تقدم وانطلاق وتحديات صيت في هذا الاداء الفنان. ولكن هناك نشاهد ايضا صوغ حاضرة بشعار موسى بن عبد العزيز الموسى، خطير هذا الشعار القادم بإنجازاته الذي بدأ أيضا يحضر بتحديات ومنافسات هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، الله 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 الله. لكن هنا جبارة متصدرة، جبارة على سكان البداية، جبارة على رأس الحربة، تتقدم بالمركز الأول بشعار بن حلوة. هذا الشعار الذي أيضا سجل إنجازات في هذا الموسم. هذه هي جبارة
سعيد بن احمد بن حلو الاكتبي لوحة الالف والخمسمائة متر عن خط النهاية. هو جبار على مقدمة الشوط بشعار بن حلوة، يا سلام على دار رائع. هنا في المركز الثاني نتابع ايضا تواجد من صوغة موسى بن عبد العزيز الموسى، يأتي مع المركز الثاني ليقدم لنا صوغة. المركز الثالث عملة تتواجد بشعار عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة. المركز الرابع، رابع المراكز نتابع الاسماء القادمة في هذه اللحظات. متابعين الكرام اشاهد ايضا الحضور الجميل والتحرك الممتاز اللي نتابعه من خلال تقدم شرايين سعيد بن منان بن غدي الاكتبي مع المركز الرابع. المركز الخامس وصلت ريتال سالم بن سعيد بن منان، بدا يقدم لنا ريتال على المركز الخامس على تحديات هذا الشوط. الكيلو متر الاخير، الكيلو متر المثير مع الحزام الاخضر، نتابع التحديات النهائية من عمر الشوط. ولكن يا سلام يا جبارة على المركز الاول والعصاف الابطال، الدفع ذاتي ايضا الاداء تلقائي. وهنا سعيد بن احمد بن حلوة الاكتبي اعصابة باردة حتى هذه اللحظات، مع جبارة على المركز الاول، مع جبارة على الصدارة على البداية. الله 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 الله، يا سلام يا سلام. المركز الثاني تحركت ايضا عملة بشعار العيدة، ولكن نتابع الحضور من عالية الدحبة بن حمد بالدليلة، وصلكم بالدليلة، بدأ يقدم شعاره مع عالية اللي وصلت مع المركز الثالث في اول ندى. المركز الرابع نتابع شعار الموسى من خلال تقدم صوغة، ولكن الصدارة بن حلوة طار 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 بناموس هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام اهالي العوير، الله الله، مشكور يا بن حلوة، الله الله يا جبارة، اداء جميل، حضور فاخر في هذا الصباح. الرقم واحد يا بن حلوة هنا مع جبارة، جبارة مع الرقم واحد، جبارة مع المركز الاول. سلام 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 ابناء العوير، سلام، تهانينا والناموس سعيد بن احمد بن حلوة. حلوة يا بن حلوة هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس. اللحظات المثيرة هذه، جبارة تصل الى خط النهاية، معلن الفوز والانتصار، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت عملة بشعار عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة. ثالث المراكز كان الوصول من عالية للدحبة بن حمد بالدليلة. المركز الرابع، رابع المراكز متابعينا الكرام، شعار بن منانة على ما يبدو. خامس المراكز متابعينا الكرام، كان الوصول هناك من صيت لسالم بن احمد بن دري الفلاحي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، لنتابع ايضا تحديات وانطلاقات جميلة في هذا الشوط، ولكن جبارة هي التي حضرت مع الفوز، مع الناموس، مع الانتصار بشعار بن حلوة قاطعة 8 كيلو متر في توقيت مقداره 12 دقيقة و23 ثانية 49 جزء من الثانية. تهانينا لسعيد بن احمد بن حلوة الاكتبي على فوز جبارة بالمركز الاول وتسجيلها هذا الحضور المميز في صباح هذا اليوم في مهرجان الامير الوالد على ميدان التحدي. المركز الثاني وصلت عملة بتوقيت 12 دقيقة 27 ثانية 27 جزء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن سعيد العيد على فوز عملة بالمركز الثاني. وثالث المراكز هذه عالية التي وصلت بشعار بالدليلة في اللحظات الأخيرة وتوقيتها 12 دقيقة و28 ثانية و55 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للدحبة بن حمد بالدليلة على فوز عالية بالمركز الثالث.